واقفون رغم الإعاقة، هكذا تبدو ملامح جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة، المكان الذي لا يزال شاهدا على معارك تحرير يخوضها الجيش الوطني ضد الميليشيا، تحديدا في منطقتي علب ومندبة، حيث خلفت المواجهات الدائرة هناك عشرات المصابين الذين لم تصب عزائمهم. يعني تم الشفاء، وإن شاء الله سنلتحق في الجبهة مرة أخرى ولن نغادر أبدا. يقول الجرحى إنهم عازمون على العودة إلى جبهة القتال في المديرية حال تماثلهم للشفاء، مشيدين بالعناية التي يتلقونها من قبل السلطات اليمنية والسعودية، ومؤكدين على عدم مغادرة المنطقة حتى استكمال تحريرها من ميليشيا الحوثي. تلقينا العلاج والآن عائدون إلى الجبهة وصامدون إن شاء الله ومنتصرون، ولن نغادر هذه المنطقة حتى نحرر صعدة. مناطق محافظة صعدة تشهد مواجهات عديدة بين الجيش الوطني والميليشيا انطلقت منذ أسابيع، تمكن الجيش خلالها من إحراز تقدم كلفه قتلى وجرحى. المعارك تهدف بحسب مسؤولين عسكريين إلى إحكام السيطرة على المحافظة، المعقل الرئيسي للميليشيا، وهو هدف يستحق التضحية كما يرى المقاتلون هنا.